السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مع الجزيرة مباشر. نحن الآن في إحدى المراكز، مراكز الإيواء المؤقتة، والتي سعى من خلالها والتي قام بتأمينها سكان هذه المنطقة، شباب متطوعون قاموا بإنشاء هذا المكان بشكل مبدئي لإعانة عشرات العائلات من مدينة معرة النعمان. نشاهد الأمتعة في الأرض، على الأرض نشاهد هنا أيضا السيارات، كما نشاهد لا تزال السيارات الأمتعة ضمن السيارات. سنحاول الدخول إلى هذا المكان لنلتقي بعض من العائلات هنا. نشاهد الأمتعة، أمتعتهم لا تزال في المطر. كأنها عيادة طبية اللي عندنا على الواجهة. ممكن ندخل؟ تفضل تفضل. شغل الإضاءة. السلام عليكم، ممكن نحكي معك؟ تحكي لنا هون عن الوضع، شو يعني شايفين نحن مكان مؤقت وفي عائلات في أطفال؟ هل هذا المركز هو صالة إيواء مؤقتة؟ طبعا المركز تم إنشاؤه عن طريق غرفة طوارئ سرمدة بالتعاون مع منظمة بنفسج. المركز حاليا بضم تقريبا حوالي 300 شخص، نساء وأطفال ورجال، طبعا مقسم النساء لحال والرجال لحال. حاليا بعد ما تعبى المركز بسبب العدد الكثيف أنشأنا مركز ثاني بالقرب منه بالتعاون مع منظمة معان، وعم ننقل منه العائلات اللي عم تجينا من معرة النعمان ومن الدير الشرقي والضيع اللي من ريف معرة النعمان الشرقي. وحاليا في عنا عائلات عم تجي من سراقب. يعني بيقتصر الأمر على متطوعين حتى الآن؟ أنتم متطوعين، شباب متطوعين؟ طبعا طبعا، الغرفة هي عبارة عن تقريبا 50 إلى 60 شاب كله من سرمدة متطوعين، في معنا من المجلس المحلي، في معنا من منظمات متطوعين أيضا ضمن الغرفة. وحاليا عم نسعى لنأمن، يعني عمل الغرفة بيقتصر حاليا على تأمين مراكز الإيواء، وبالدرجة الثانية في ناس تتبرع مثلا بشقق على العظم لأهلنا الوافدين. فنحن بغرفة الطوارئ في عنا لجان، كل لجنة مختصة بأمر، بنحاول نأمن هالعائلات اللي عم تجينا بشقق على العظم. طبعا نحن شايفين يعني وضع مذري حقيقة، دنيا برد ولكن يبدو الإمكانيات فعلا ضعيفة. اي طبعا، يعني اول شيء الموضوع كارثي، يعني الاعداد اللي عم تجي هائله بالالاف، وقدره المكان هون بتستوعب يعني 300 شخص، فالمكان مسدد على الاخير، وعم نحاول يعني نامن احتياجاتهم قدر الامكان. قدر الامكان عم نحاول نامن احتياجاتهم من تدفئه، من اكل وشرب، من يعني الحاجات الاساسيه الحمد لله مامنه، بس في صعوبه يعني الحقيقه لان العدد كارثي. يعني الوضع كارثي وأعداد كبيرة وهائلة اللي عم تجي للمنطقة لعنا لسرمدة بشكل عام، يعني كمدينة معروفة. طيب ممكن ترافقونا بجولة على الصالات؟ تفضل. ممكن نحكي معك يا حجي؟ مرحبا يا خالتي. أهلين وسهلين. من وين حضرتك؟ من الجرادي، هيك من الدانة. إمتى جيتوا لهون؟ أنتم من وين؟ نحن من معصران. أنا من معصران، شرق المعرة. شرق المعرة، إيه. كيف كان الوضع؟ تشرحي لنا كيف طلعتوا وكيف كان الوضع؟ والله الوضع كان كتير سيء بصراحة، ضرب وقذايف وطيران رشاش يطلع علينا، يعني طلعنا بهدومنا، غرض ما حسنا نجيب الكنز لو كان لعجة ما حسنا، نفدنا نفد من الطيران، الطيران كان كتير علينا رش والمدافع وإشكال الوان، يعني وضع ما بيتصور، ما بينحكى فيه. الأطفال تفزع تبكي تقعد طعمة، قاعدوا ما بقى يسجروا يتحركوا من هالوضع ومن هالرعب ومن هالخوف هذا. يعطيك العافية. الله يعافيك. مرحبا يا أمو. أهلين. شو اسمك؟ فاطمي. من وين أنت يا فاطمي؟ من جرادي. من جرادي. إمتى جيتوا لهون؟ إيه. إمتى جيتوا؟ ما الصبح بشوي. الصبح؟ إيه. وين أخواتك؟ وينهم؟ كنا هوني. شو اسمك؟ مريم. كيفك يا مريم؟ منيح. منيحة؟ شو اسمك؟ مصطفى. مصطفى، اهلا مصطفى. انت من وين؟ من المعرة. تحكي لنا كيف كان الوضع بالمعرة؟ ايش كيف كان الوضع؟ صار لي انا هون اسبوع.
الوضع سيء من أول الضرب. من أول الضرب لهلا صار لك هون أسبوع؟ إيه. ما في مأوى، ما في مكان تروح عليه؟ باركين هون بدكان. إيه. مرحبا أمو. أهلين. شو اسمك؟ شهد. شهد. قديش عمرك؟ 12 سنة. قديش صار لك هون؟ أسبوع. مع أختك؟ ابن عمي. أي صف أنت؟ رابع. أهلا يا شهد. إذن أعزائي المشاهدين، حالة فعلا لو تأخذ الكاميرا حالة إنسانية صعبة جدا هنا في هذا المكان. نشاهد عشرات على العائلات في هذا المكان. طبعا هذا المكان عبارة عن مكان أعده كما ذكرت متطوعون من شباب، متطوعون من أهالي هذه البلدة. طبعا المكان مظلم ونستخدم إضاءة الكاميرا كما نشاهد الأطفال. مرحبا. أهلين. شو اسمك؟ فاروق. ها؟ فاروق. من وين يا فاروق؟ من تلمنس. تلمنس. قديش صار لك هون يا فاروق؟ أسبوع. وين شحاطة يا فاروق؟ كواد جزمي هوريكي. جزمي مشان الوحل معك؟ هو ما في أمامك شحاطة؟ شو جبتوا معكم أغراض من البيت؟ ما جبنا غير شيء غير تلفزيون وغراضنا، غراض النوم. تلفزيون وغراض النوم؟ هدول أغراض لكم؟ برا. برا؟ شكرا يا فاروق. يعطيك العافية. لا تعال هون علي. علي ندخل إلى مكان آخر، غرفة أخرى من إذن هذه الأماكن كما ذكرنا أعدها أهالي القرية. نادى الشباب في المساجد، نريد مساعدة النازحين القادمين من معرة النعمان. البعض تبرع بسفنجات، البعض تبرع ببطانيات. نشاهد إذن هذه العائلات من أهالي مدينة معرة النعمان والقرى المحيطة بها من شرق مدينة معرة النعمان وغربها. نشاهد هذا إحدى التجمعات، هذا إحدى الأماكن التي فر إليها النازحون. مرحبا أمو. أهلين. شو اسمك؟ غزل. من وين أنت يا غزل؟ من داديخ. من داديخ. قديش صار لك هون؟ صرنا ثلاثة أيام. ليش جيتوا لهون؟ ليش هربتوا؟ من بشار الأسد الله لا يوفقه. إيش عمل بشار؟ ضرب العالم. كان عم يقصف داديخ؟ إيه. أنتوا كم أخ عندك؟ عندي هلا أربعة. يعطيك العافية. الله يعافيك. مرحبا يا أمو. أهلين. شو اسمك؟ مهدي. شو خير، إيش بايدك يا مهدي؟ ضربت طيارة وأنا وطالع بالباب من أرضات. أرضات أنت وطالع بسبب ضرب الطيارة؟ ليه؟ يعني هربت قامت قرضت إيدك؟ ليه؟ مو هيك؟ يعني حتى بهاي مو حالا. أجرك شو بقى أجرك؟ أجر ما فيها شيء. شو اسمك قلت لي؟ مهدي. أي صف؟ صف تاني. شو اسمك أنت؟ فاطمة. من وين أنت يا فاطمة؟ من داديخ. وين الشحاطة يا فاطمة؟ برا. ها؟ برا. برا؟ حطينا برا، كويس. بس برد ها؟ بس جرابات. وين؟ مرحبا. أهلين. إيش اسمك؟ حمدو. حمدو؟ قديش عمرك؟ 3 سنين. ها؟ 6 سنين. 6 سنين، من أي ضيعة؟ معرة. أهلا يا حمدو. شو اسمك انت يا حلوين؟ منى. منى؟ ايه. انت من وين يا منى؟ شو اسم ضيعتكم؟ معرة. معرة؟ ايه. كويس. طيب هذا قرد قرد رح يتكلم. معلم خلي بقية خلي. مرحبا.
أهلين. شو اسمك؟ أحمد. من وين أنت؟ من الزعلاني. وين هي بتصير؟ عند المعرة؟ محلية النعمان. محلية النعمان. قديش عمرك؟ 8 سنين. ليش جيتوا لهون؟ قديش صار لك هون؟ صرنا 3 أشهر. 3 أشهر صار لك هون؟ إيه. 3 أيام ولا 3 أشهر؟ 3 أيام. كيف كان الوضع؟ كنت تشوف الضرب، تشوف الطيارات؟ شو كنت تشوف؟ شوف الطيارات ونشوف الضرب، تضرب روح، وما عندنا غراض نلبس. تعطيك العافية. مرحبا أمو. الحمد لله. شو اسمك؟ اسمي نصر. من وين أنت؟ أنا من عنا. من المعرة. قديش صار لك هون؟ خمس أيام. 5 أيام. كيف كان الوضع؟ كان في ضرب طيران وهي؟ كان في ضرب. يعطيك العافية. العافية. شو اسمك؟ أنا مرسوس. أنا مرسوس. ما اسمك؟ عيدة. عيدة. شو اسمك؟ أنا مرسوس. على راسي. يلعنوا لبشار. شو بتقول؟ لا. لكن. شو اسمك؟ عمر بصاص؟ ايه عمر بصاص. شو اسمك؟ عمر بصاص. عمر بصاص على راسي. مرحبا. اهلين. شو اسمك؟ رغد. من وين يا رغد؟ من المعرة. قديش صار لك هون؟ مبارك جينا. مبارك. كيف كان الوضع بالمعرة؟ عم يقصفوا بشار الأسد، الله لا يوفقه. أشو قصف؟ أنت شفتي الطيارة هي عم تقصف؟ شفتيها؟ إيه، وضرب حدنا. ضرب حدكم؟ شو ضرب؟ ضرب بالطيارة. طلعت كل معرة؟ ما بعرف، قتل لي أخوي، الله لا يوفقه. قيمت من زمان؟ لا مو كتير زمان. بإيش؟ بالطيارة ضربوه؟ ايه. قديش عمره أخوك؟ كبير. كم أخ عندك؟ عندي 11. وأنت وأمك هون؟ ايه. أنت وأمك وأخوتك؟ ايه. وين رح تروحوا هلق؟ تعرفي لوين؟ لا والله ما بعرف. في أكل، في شرب هون؟ في إيه في. شو اسمك قلتي لي؟ رغد. شكرا يا رغد. مرحبا. أهلين سهلين أخي، أنا من معرة النعمان. تشيعنا بشار وتعمد علينا الأمم كلياتها، ونحن أطلوا لي شاب وأخطوا لي واحد وشيعونا، وأنا مالي جوز وعندي 8 أولاد شاهدين هين باركين هوني. عندي واحد بنصاب كمان تصاب بضرب الطيارة، اللي 3 أيام باركي هوني. أشو الحال اللي قيمة بدنا نضل نحن هيك؟ لو عندنا محلات ما باركنا هالباركي هاي، برقبتي أطفال ما أنا غير الله. الله لا يسامحك يا بشار شو عملت فينا. بعت واشتريت في سوريا يا حيفا، سوريا وعلى شعبها الله يساعد. كرامي للدولار بعد سوريا، الله لا يوفقك، الله لا يوفقك، الله يدوعك الظلم اللي ظلمت الحريمات، اللي فشيعتنا واخذ شبابنا، نص حطيته تحت التراب ونص اخذته لعندك، عم تدوع الظلم، الله لا يوفقك، لا انت ولا اللي تحت ايدك، الله يظلمك، انت وكل شيء بيتعامد معنا على هالشعب، الله لا يسامحكم. فينا وين بدنا نروح حالنا؟ عنا حريمات، عنا اولاد صغيرين حطيناهم في الجباني ونجبناهم شايعين فيها، وين بنروح بحالنا؟ الله لا يسامحكم. دبرونا بعد ما شيعتنا وين بنروح؟ الله يبعث لنا من ناس تحد علينا احسن من بشار ومن هالعالم اللي اعتمدت علينا. وين بنروح بحالنا؟ بس يا عالم، يا اسلام، يا اهل النخوي، يا اهل الدين، لموا هالحريمات، الله يشيعكم ان شاء الله. مرحبا عمو. اهلين. شو اسمك؟ حسين بصاص. حسين؟ هذا اخوك؟ ايه. شو باخوك؟ فاجر عليك طبت عليه الطياره. طبت عليه الطياره؟ دبت قذيفه عليه؟ ايه.
صاروخ. شو اسمه؟ محمد. شو اسمك؟ محمد. محمد؟ شو بقى ايدك يا محمد؟ بقى ايدي طب طيارة، طب طيارة، طب درب. هو ما بيسمع منيح؟ ما بيسمع سوا. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت من مدينة معرة النعمان وقاعد هون قديم. نعم. ومسكن عندك عائلات حسب ما فهمت من اللي نزحوا جديد، تحكي لنا عن الوضع. ايش الوضع؟ الله يكون بالعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. مبرق عندي الله يشهد فوق ال 15 عائلة بالدكان، على السطوح بالجوادر، وهلا من فريق وين باركين هالجماعة، والله يكون بعون الجميع، والله يجزيكم الخير ويكثر خيركم انتم. يعطيك العافية. الله يعافيك، مشكور. إذا في كل مكان نجد فيه نازحين، كل مكان، على الطرقات، في الشوارع، في على الأسطحة، أسطحة المنازل، كما ذكر لنا هذا الرجل بأنه وضع عائلات هنا في هذا المكان على سطح منزله ضمن شوادر وضمن. قدامك الموضوع لك، هاي خيمة فوق الدكان، بقلب الدكان وسقيفة، خيمة وسقيفة، وعندي غرفة هون كنت عامله مكتب إلي، فكنت فيه الله يشهد سبع عائلات من عائلات ومليانه. هيك الخيمة، إذا بدك تتفرج علي مالي ما في مشكلة، إذا بدك تصور يعني ما في مشكلة، ما تصور. الله يكون بالعون. معلش حطوا خيمة شوي من برا، بنصور من برا، من هون ما في مشكلة يعني. هات الاولاد، هات الاولاد، خليهم يشوفوا الاولاد على الكاميرا يعني، مشان يتنعوا النسوان بلا. بس الاولاد ليكن اخوي، ليك الاولاد، ليكن 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 هون الاولاد موجودين. هاي بعد 9 سنين اجتنا البنت، واهلها اخيو نزحوا لعندي، الله وكيل، والله يكون بعون العباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يلهمنا الصبر والله يفرج عنا. اذا من ضيق المكان الخيام أصبحت على أسطح المنازل، خيام على أسطح المنازل كما نشاهد، هم النازحي معرة النعمان. نشاهد هذه الخيام وضعت على أسطح المنازل. السلام عليكم. مرحبا يا حجي، كيفك؟ كيف صحتك؟ من وين جايين حضرتكم؟ المعرة؟ ايمت جيتوا؟ والله من 3 أيام تقريبا. كيف الوضع هون؟ والله الوضع ايش يعني، الحمد لله ماشي الحال، الحمد لله على نعم. حاطين خيمة على السطوح شايف؟ والله إعارة لهي الخيمة من قرايبنا تقريبا. بس على السطوح، ليش على السطوح؟ ما في محل، وين في؟ ما في لا بيوت ولا شيء يعني، بدنا نستأجر ما لقينا شيء. وابن عمنا هو اللي تكرم علينا واعطانا هالخيام. الله يعافيك، يعني السلام. اذا اعزائي المشاهدين، بسبب ضيق المكان على اسطح المنازل الان توضع الخيام كما نشاهد في هذه الصوره. ندخل أيضا إلى إحدى البنايات، هذه البناية هي على العظم كما نشاهد، غير مجهزة نهائيا، يسكنها الآن عشرات العائلات من مدينة معرة النعمان. سندخل إلى هذه البناية. السلام عليكم. نحن بغرفة الطوارئ صار مدى وبنايات على العظم، عم نجهز بشكل مبتدئ وإسعافي، اللهم صل على محمد، التواليت والحمام، ونحط خزانات مي، ومسكن أهالي المعرة فيها. مرحبا أخي.
أهلين أخي أهلين. إيه نعم أخي. كم واحد أنتم؟ يعني شيء 10 عائلات. شايف أنت على العظم وحيطان. عائلات ماني شايف عائلات. عائلات والله عنا حرمتين بالمشفى موجودات هون بإصابات الأصف المروحي المتفجرة والبراميل الروسي. وصف أخي الكريم شديد على مدينة مارة النعمان. يعني هلأ بالكامل نزحت خالص عالم تحت الزيتون. يعني ما عبد دبر حل حتى تصير له الخيمة ما عبد تصير له. يعطيك العافية. الله يعافيك أخوي هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحكي لنا أخي أنت حضرتك من مارة النعمان صح؟ الحمد لله. قد ايش صارتون هون؟ كيف كان الوضع؟ والله الحمد لله رب العالمين. احنا صرنا بجهون 4 أيام طلعنا من تحت القصف. يعني طلعنا هيك عتجل اللي تجينا لهون. ايه الله بعث لنا جماعات هون تحننوا علينا حطونا بهاي الشقة على العظم. لا باب لا شباك دقينا لهم هالبطانيات وقاعدين عم استنى رحمة الله وليك النشيش والمطر كله عم ينزل علينا. الله يجزيكم الخير. كم ولد عندك حضرتك؟ والله نحن هون قاعدين بيجي 5 أخوة بس بيجي البركة 35 شخص نحن هون. 35 بالشقة هاي؟ ايه 35. الحمد لله رب العالمين. يعني في ناس طلعت بدون غراض بدون شيء؟ ايه في ناس طلعت هيك طلعنا هيك من هذا الشيء. ايه أهل الخير الحمد لله عطونا شوية غراض هلا حاطين وباركين عم نقعد قاعدين عليهم. مرحبا عمو. أهلين. شو اسمك؟ نيرمين. ها؟ نيرمين. نيرمين من وين أنت يا نيرمين؟ من حلب. من حلب؟ كمان من وين؟ من حلب؟ جنبنا ساكنين جنبنا هون أخذينا مع بعضنا نحن. ايوه كمان نازحين. ايه نازحين معنا من حلب وقاعدين كمان قعدنا هون بغرفة معنا مع بعضنا باركين. نحن 5 أخوة وهو كمان الأخ معنا صار 6 من حلب. الله يجبر خاطرك. الحمد لله رب. يعطيك العافية. أهلا وسهلا شرفتونا. نكمل هذه الجولة وندخل إلى بناء آخر أيضا على العظم بدون أي كسوة بدون أي تجهيزات. السلام عليكم. مرحبا أختي. أهلين. تحكي لنا حضرتك من وين؟ نحن من معرة النعمان. حكينا كيف كان الوضع كيف وصلتوا لهون؟ والله كنا قاعدين وهالقصف فوقنا وزاد القصف فوقنا وباركين زلمنا لا شغل ولا شيء وبهالحرب هلا صرنا 10 سنين زلم باركين بدون شغل. الأطفال عم بيعانوا من البرد ومن القلي الحليب يعني ما عم بيتوفر عنا شيء وهلا بزيادة طلعنا يعني تحت الضرب طلعنا بتيابنا وضعنا كتير سيء ساكنين بيوت على العظم. يعني نحن بعادي اللي نساعدونا وساعدوا أطفالنا. انتو كم عيلة هون؟ نحن 5 عائلات. 5 بهاي الشقة بس؟ ايه 5. تقربوا بعضكم؟ ايه بنقرب بعضنا. في عندكم مثلا خطه لانه تنتقلوا لمكان اخر؟ لا لا ما لنا قدره زلمنا باركي بدون شغل ويعني حتى جينا لهون ما عندنا شغل. ايوه يعني حتى هلا هاي الغرفه بدهم ينطفونا اياها غرفه فرقه الانقاذ. ايوه وعم نعاني من البرد ومن المي عم تشر علينا السقوفه. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. مرحبا امو. كيفك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ ساره. من وين انت يا ساره؟ من معرة النعمان. ساره احكي لنا كيف طلعتوا كيف كان الوضع بالمعره لما طلعتوا؟ كان والله تحت الضرب طلعنا من تحت الضرب كان القصف كتير متشدد علينا. طلعنا من وجه الصبح وصار القصف. سنتوا طالعوا معكم اغراض شيء؟ لا والله. انتوا اي انت اي صف؟ الصف السادس. هون في مدرسه هون ولا لسه ما في ما بتعرفي شيء؟ ما بعرف شيء. يعطيك العافية. الله يعافيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. نكمل هذه الجولة كما نشاهد هنا يقطن عدد من نازحي مدينة معرة النعمان. مرحبا عمو. الحمد لله. انت من وين؟ من معرة شمشي. معرة شمشي. قد ايش صار لك هون؟ والله ما بعرف. قد ايش صار لك؟ طبعا بلدة معرة شمشي هي احدى البلدات التي نزح منها هي شرق معرة النعمان. مرحبا عمو. اهلين. شو اسمك؟ زكريا. من وين انت؟ من معرة شمشي. قد ايش صار لكم هون؟ صار لنا 3 أشهر. 3 أشهر ولا 3 أيام؟ 3 أشهر. 3 أشهر؟ طبعا يبدو أن هناك أيضا نازحين قدامى في هذا المكان وتستمر المعاناة مع استمرار حركة النزوح
يستمر التكاتف بين أهالي محافظة إدلب ما بين منظمات وأهالي ومنظمات مجتمع مدني وخيرين. نشاهد مثل هذه السيارة هنا تقوم بإعطاء بعض من المواد للنازحين على طريق النزوح الذي يأتي منه النازحون. إذن السلام عليكم، شو هتشتغلون؟ عم نوزع للنازحين معونا أكل. حركة النزوح لحد الآن مستمرة؟ مستمرة لحد الآن. مستمرة. حركة كبيرة؟ والله يعني عدد مقبول، عدد كبير يعني. كم يوم صار لكم هون؟ صرنا 3 أيام هون، 4. شكرا. إذا نشاهد تستمر حركة النزوح. هذه إحدى العائلات فرت بعد القصف الذي تعرضت له المنطقة. إذن نشاهد عشرات السيارات حتى هذه اللحظة. إذن أعزائي المشاهدين، نختتم معكم هذه الجولة من هنا من ريف إدلب مع حركة النزوح. رصدنا لكم حركة النزوح الواسعة التي تشهدها أرياف إدلب، ريف معرة النعمان، ريف مدينة سراقب، ريف المعرة الشرقي والغربي، بالإضافة إلى بعض قرى جبل الزاوية. كما نشاهد حتى هذه اللحظة حركة النزوح مستمرة باتجاه ريف إدلب الشمالي. نشكركم أعزائي المشاهدين جزيل الشكر، ونعود إلى الزملاء في الدوحة.